اختتم المنتخب السعودي تدريباته في معسكره الذي تحتضنه سلطنة بروناي استعدادا لمواجهة منتخب تيمور الشرقية. المنتخب السعودي سيغادر بروناي إلى تيمور صباح غد الاثنين. أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الأحد أن المباراة الودية مع هولندا ستقام في موعدها المقرر بعد غد الثلاثاء في هانوفر، رغم الهزة التي تعرض لها الفريق بسبب هجمات باريس. استدعى مدرب المنتخب الإنجليزي روي هودسون للقاء فرنسا الودي جيسي لينغارد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي للمرة الأولى.